السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا ما كنتش مع بالشيخ، انا شا كان يهدر في المغتربين وضده، خاطش على هذوك ولاد هذوك فانيك خوتنا عايشين في الخارج. خبزة داتها الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر مرتين. الرسول صلى الله عليه وسلم، قول صلى الله عليه وسلم، انت لك تسمع قول صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول وهجر مرتين. حنا ناس خبزة، ربي كاتب له خبزة يعيش، يروح يعيش في الخارج يولد ذراري فماك، وذوك ذراري يربيهم على حب الوطن ويجوا يلعبوا هنا ويقدموا كل شيء. انا هذه كنت كونتر عليك، كنت كونتر عليك، هذه كنت كونتر عليك بصح. واش راك تهدر اليوم؟ والله لا تحيد لك، حبة من حبة وكاريا من كاريا. والله تحية كبيرة سي بشيخ، والله لا يعطيك الصحة. ودي أنا كي شتو مشكاو بيك، شكاو بالقناة تاع الهداب، خاطر على قناة الهداب باش تعرفوا علاش شكاو بيها. قناة الهداب شكاو بيها خاطر ولا تجيب حقائق ولا تعطي الاطمئنان. أنا واحد من الناس في خاطر النهار ما ولاش تجيب يزيد وهيب، ما تجيب يقطعوهم هذوك، خاطر على ولاو يكشفوا في الحقائق. انا وليت نتبع النهار، ما نكذبش عليكم، ما عنديش في التلفزيون، والله ما عندي، والله ما عندي في التلفزيون كاع. بصح تايلا كاين قناه نتبعها، قناه سلام شابه ومليحه نتبعها، هذا مكان ومليحه ما وليتش نامنوا فيهم. في اليوتيوب نتبع بالشيخ، نتبع في قناه الهداف نتبعها، ما نكذبش على خوتي. وين وليت نتبع يزيد وهيب، نتبع رضا عباس، نتبع رفيق واحد. خلينا حسين جناد هذاك من البكرين معاه، حي ميت معاه، ظالم مظلوم معاه. بصح هذو الناس وليت نتبع فيهم خاطر علاه مشيخه تاع قوانين، يزيد وهيب ورفيق واحد ومعطاوي، مشيخه تاع قوانين سورتو يزيد وهيب. بعد ما شوف كان كونتر وسامر عماري فيك، ما نساش هادو ناس تاع قوانين، ناس كي يهضروا مشي همجيين ومشي شعبويين، يهضر لك طق شكاين. خلينا يزيد وهيب تاع ضربه تاع محرز صح، ما نكونش معاه، ما نكونش معاه وعمري لا نكون معاه. بصح في القوانين والله لا نسمع له، ما نكذبش عليكم. بصح بالشيخ يهدر شتا كيفي قلبه، بالشيخ كي ينظر يهدر. خلينا من الديفو تاعو تاع المغتربين، خلينا بالك يهدر بولا بالك من نفس الديفو تاعو. بصح واش كان يهدر والله لا نعترف به، والله نستعرف بك بالشيخ، هذه هي الحقيقه. وما سكتش عليهم، عندك الحق ما تسكتش، شكاو بيك وما بغاو يسكتوك، بغاو يلعبوها سته في سبعه. الحمد لله يا ربي، مكاش ما حنا رانا جزائريين، ما نقبلش واحد يعبس عليا وصايك، هذه هي. ما نقبلش انا واحد كيما ذاك جوجل العظيم يخرج، هذاك المراسل تاع جوجل العظيم يخرج يكذب عليا وانا ساكت. لا نكشفك، نقول شتا كاين. لا على بالنا شتا كاين. قبل ما نجاوبك ديبوزي تاع الهضر تاع ممكن يديروا يغيروا قانون اللي ما خدمش مده 3 سنوات ما يترشحش. انا نقول لك هما 4 سنوات ما خدموش، هما 4 ما كاشهم، كيفاش يهضروا على واحد اللي هو رشح روحه ولا صادي؟ هما 4 ما خدموش. لا هما كانوا في الأرض. ما كانوش اونتر تكون وما تخدمش، اي اونتر ما كنتش وجاي تخدم، فرق كاين فرق. هذه وحده. شوف انا ما نروح لك لا هاك اهدر شكاين في قلبك يا بشير. انا نعرف حاجه واحده، اهدرها في قلبك. الناس بوندون 4 داونا اكبر مهزله في كره القدم في ليستوار دو لالجيري، هذه وحده. من 72 الخرز هادو كما يقول لك لا بوكلي تاع الفورمولا، فيلم سكتش هذا تاع الفورمولا، ولا سكتش فاضحه كبيره. وهذه ضحكوا على الجزائر، ماشي قال واحد في حومته في بيرو تاعو في شركته.
هنايا بريزيدون فيديراسيون جيريان دو فوتبول سي لالجيري سي وزين تاعك هذا غلط مدت لاكور تاعو اترافير لو مينيس لا جونيس دي سبور باش يترتح سي لالجيري وقال لك لازم دوكا وزاره خارجيه سي صح الدبلومات تاعنا الدبلوماسيه اما قلت الاتحاديه وين ضغطت باسم المنتخب الوطني ضغطت على السلطه السلطه كامله تحركت بغات تعاونه بصح هو هرس روحه انت هرس روحك زتشي نقولها لك لازم يدخلوا انا هذيك سمعتها تروطر وترو ما انا فهناش كونتر يدخلوا تدخل مع كارثه في اربع سنوات انت تزيد تدخل نعم وزدنا كنا نهضروا كي بهدر بالشيخ شي كنا نهضروا كنا نقولوا عنده راه ضامن اصوات خاطش عليه ذاك بهلول شي كان يهضر كان يقول لهم على كان يقول لهم سمع يجبد على الحاج راهو راهو كيفاش الدوله عاونته وا الدوله عاونته الحاج محمد راهو راهو جاب 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 اصوات جاب ضمانات بلي رابح الدوله دخلت عاونته جاب ضمانات من 2004 هو يخدم من 2004 مي دخل في الاتحاد الافريقي كما سيخدم خاطش الحاج نازله مغالطين دخل يخدم كعضو في الاتحاد الافريقي 2004 وكما صار نهار اللي قال لهم باين ترشح المكتب التنفيذي في الفيفا جاب لهم ضمانات بلي رابح باش يكون على بالكم وزاره الخارجيه تدخل لورسكو يا ان بروغرام بوندون 4 اون يافي ان بروغرام والناس خدمت وتعبت وكذا جابت شويه الفايده تما تدخل الدوله الجزائريه قال فاخرين باش يدافعوا على هذا الشيء هذا مي ما تدخلش هم زيا ما تدخلوش يكونوا عبس قال جاو يدخلوا صارت طيحه زيا زيا الدوله ما تدخلش انا قلتها لك احنا قالنا تدخل خيانه العظمى انت هلكت هلكت الجزائر ومن بعد تبداو تمناصي بلا فيفا ما تمناصي شوف لا فيفا ما دير لنا والو الجزائر حره مستقله سي اون سي اون بويسونس على هذيك الاتحاديه ضربت الهداف بالسمع البصري بغاوهم يسكتوا خاطش على هذو تاع الهداف ولاو القناه الوحيده باش يكون على بالكم في الجزائر القناة الوحيدة لي ربطت الإعلام الأحمر ما بغاوش يديروا معاه ما بغاوش يديروا له حملة انتخابية قالوا له ما نديروا لكش تربح ما غاديش نمشيو معاك انت في مصر كنت عاير فينا اليوم باغيني نمشي معاك ما نمشيش معاك قادش علاه كان يعاير فيهم وعايروهم ولاو يعايروا فيهم من قناة النهار ذاك نيبروان هذاك ولا يعاير فيهم ولا يجيب في رضا الفيل يعاير في بالشيخ والحمد لله يا ربي انا دافعت على بالشيخ قلت له انت بكا ما دخلك هضر على بلادك وعلى ليكيب تاعك دخلش روحك فينا بيناتنا ناكلوا بعضنا بعض بصح ما نصرطوش لوحدنا معليش اليوم راني مع بالشيخ انا ذا رضا الفيل وين راه انا تربح sur le plan politique qui m'attrape. Et qui coule l'ingérence. Mais qu'il y a une douleur algérienne ou un homme ou un homme pour le douleur algérienne stop, il y a un لي يقول لك ما يحبش كذاب ولا كي تدخل غير يجيوها برك زوج عباد هكذا صغار ماشي خشان ما هذوك الخشان ما تفرجش يجيوها غير زوج هكذا قالوا يا تبعنا تما الناس قاعد تحبس الناس قاعد تحبس ساجي دو لانتيري دو لالجيري يا سي رضوان والدولة عندها حق تدخل بها لا تول لي موايان باش تقول ستوب لاسومبلي جينيرال كيما تحب تروح لاسومبلي يفوتي بيلون نيجاتيف ماشي نيجاتيف بلوس كو نيجاتيف فوتي واه تحبس تروح الفضائح هادوما تحبسو تروحو شوف انا نفهم حاجة كي الدولة ترف التليفون تقولك تروح اي واحد جزائري يروح وكاش منا ولو كان تسمعوا كلمة فيفا وكذا خيانة أكبر خيانة أكثر من هذه لو كان لاسومبلي فوتيو خيانة كبيرة ضد الجزائر هذه هي هذه هي الهضرة اللي نحوسوا عليها هذه هي لا رجوع بالشيخ ما يتخوفوا الشيخ يقعد يهدر ولا ذاك دوبارمان ما يتخوف دوبرمان هذاك دوبرمان هذاك اللي هذاك الغياط هذاك بغى يخوف بالشيخ يا ودي الشيطان الشيخ راه يهدر على البوله وراه يهدر على بلاد هو
ماشي غير يهضر على البوله ويهضر على بلاده في هذه غلطه. عنده الحق. الا انت ما عندكش النيف يا دوبرمان فرحان جاي فرحان اتحاديه شكات بالاخر عندك 100 وجه يا جبان.